البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مازلنا مع تحضيرات لشهر رمضان المعظم ان شاء الله، وتحت طلب كثير من المتتبعات قالوا لي بإلحاح درينا وصفة كيتشوب على ايديك، لان وصفاتك ناجحة. نقول لهم شكرا شكرا وبكم استمر على بركة الله. اليوم حندير معكم وصفة الكيتشوب ناجحة 100% بسر سر من اسرار نجاحها. الوغ على بركة الله، واش نحتاجو؟ طريقة تحضير الكيتشوب. الكيتشوب هذه هي صلصة هتجي حمراء، ناكلوها مع الفريت، مع المعجنات اكسيتيرا. كل واحد كيفاش يحب ياكلها. على بركة الله، واش نحتاجو البنات؟ نحتاجو، شوفوا، كيلو طماطيش تكون حمراء وشابة. انا غسلتها حطيتها في كسكاس تقطر. بالمناسبة شوفوا هذا الكسكاس بزاف شباب، حبيت نوري لكم، انا واش نشري نوري لكم. شوفوا هذا الكسكاس سيليكون، فوالا، شوفوا شغل نربحوا الديق. شوفوا ينطوى وينحل. شوفوا البنات، شريت زوج تاع المعجبوني، شريت الكيري والاورانج، وشريت البلون ولا هذا الغوز بيبي. شوفوا شحال شابين، حنا عندنا الضيق في العاصمه، اذا نحاولوا نغلبوا الضيق. شوفوا ما يرفدش البلاصه كامل، يجي بلا، نديروا واحد في واحد. شوفوا شحال شباب، عجبني فريمون بزاف. اون بلوس ماشي غالي، يدير 20 ميل. شوفوا البنات، يدير 20 ميل. تاني كاين حتى بيادن، انا وريت لكم في لابيب تاع كلوب ميناج بازيطا، بيادن تاني ينطواو هكذايا. جوست حبيت نوري لكم باش تربحوا تكسبوا لي تساع ونقضيو على الضيق هدايا. وزينه هذه هي. هلا ما قلت لكم البنات، كيلو طماطم حمراء شوفوها، نخيروها النوعيه شابه، تكون شابه ماشي معبزه. البنات شوفوا راهي شاده روحها، هاي شاده روحها. نحتاجو البنات ملعقتين اكل طماطم مصبره، طماطيش تاع الباطا، طماطم مصبره، ملعقه كبيره، ملعقه اكل زيت المائده، حبه فلفل حار احمر تكون كبيره، انا ما عنديش كبيره، درت زوج صغار، نصف كاس سكر المائده، نصف كاس سكر المائده، ونفس الكميه نصف كاس خل ابيض. يعني ناكد لكم البنات، خل ابيض بدون ذوق. لذلك ملعقه صغيره ملح. بيان سور هاد لي بواط، شوفوا البنات راهم يتباعوا، شيتهم عند بركاني امبالاج، شوب مايونيز اكسيتيرا. و البنات الكيتشوب ما نسحقوش الى توابل، لانه شوفوا الكيتشوب لولا درنا لها التوابل لي زيبيس تولي كانها صلصه، ان صوص طوماط كيما تاع البيتزا. الوغ البنات نيفيتيو في الكيتشوب، تحبوا تنجح لكم مثل المحلات، ما ديروش التوابل او لي زيبيس، فقط الملح والزيت والطماطم المصبره. دابيتود البنات تعرفوا الكيتشوب، تشوفوها ماهيش عارفه في قنوات اليوتيوب او الفيسبوك، يضيفوا لها النشا، يضيفوا لها المايزينا، ومن بعد كي تطيب وتبرد وتطلق روح تطلق روحها، تطلق واحد الماء، تطلق الماء فيها. الوغ في هذه الوصفه البنات، ولاول مره جبت لكم استوس نزيدوها الكيتشوب باش تخرج لنا ولا قطره ماء فيها، ولا قطره ماء فيها. الوغ واش حنزيدوا البنات؟ حبه بطاطا صغيره، حبه بطاطا، شوفوا شحال صغيره البنات، نقيتها. ما يخفالكمش على بالكم البنات باللي البطاطا فيها النشا الطبيعي. الوغ البنات حنزيد هاد الحبه بطاطا صغيره، الكيتشوب تاعي تولي نشا طبيعي بلا ما نزيدو لا مايزينا، النشا الذره. واضح البنات؟ هادي نحتاجوها نسكرفجوها، لكن ماشي دوكا، لو كان نسكرفجوها دوكا تكحالنا. ابخي من بعد نسكرفجوها. الوغ على بركة الله، واش نحتاجو ضروري البنات؟ هاد الوصفة الكيتشوب ضروري نحتاجو البلندر، فوالا، بلندر ضروري نحتاجوه. حاجة الأولى البنات، نحكمو الطماطم تاعنا بيان سيغ، من بعد ما غسلناها نقطعها، بسم الله ما نعصروها موالي البنات، نقطعها هكذا مكعبات او مربعات صغيره. شوفوا البنات،
فوالا نكمل الكميه. قلت لكم الوصفه هذه فيها كيلو طماطم. انا قطعت كميه الطماطم تاعي بيان سور، نحو هذيك اللي من الفوق. شوفوا ثاني هذا ثاني ينطوى كما بريت لكم الاول. شوفوا نربحوا الضيق. فوالا نولي الوصف تاعي. حاجه الاولى البنات نحكموا البلندر، بسم الله على بركه الله. على العتاد مع غلاء الاسعار نحافظوا على العتاد تاعنا كقاعده. فوالا حندير حاجه الاولى البنات تبعوا الخطوات، يعيشكم تبعوا الخطوات ان شاء الله باش تنجح لكم الوصفه. حندير كميه من الطماطم. شوفوا البنات حندير كميه قليله من الطماطم، لو كان نديرها كامل البلندر ما يدورناش. فوالا كقاعده بسم الله عفوا غير البلندر. شوفوا البنات اي ترحت الطماطم تاعنا. فوالا دوكا نبداو نضيفو في الاضافات. نقطع الحار تاعي البنات فوالا. شوفوا وانا نقطع البنات حسيتو بلي حار بزاف، الوغ انا شوفوا درت حبه حار صغيره ما حبيتش نكمل هديه، نفرغها في البلندر. فوالا ملعقه ملح تاع ملعقه صغيره تاع قهوه ملح، زيد ملعقه زيت المائده ماشي زيت الزيتون البنات، زيت المائده، تين طماطم مصبره هادو كاع مع بعض نفرخهم. يلا البنات نعاود نغلق البلندر تاعي ندور يتفتح معنا. او ترحل البنات في هذه المرحله نبدا نضيف الطماطم، كميه الطماطم اللي قطعناها بالقشور. شوفوا البنات بالقشور نبدا نضيفها منا من الفوق. شوفوا نضيف بالعقل فوالا وراهي تتبقى كنكمل الكميه. انا قريب نكمل الكميه تاع الطماطم. او ترحى جميع المكونات البنات. شوفوا كشو ملحيين فوالا. دوكا نخليها بجانب. في هذه المرحله البنات نولوا الحبه بطاطا تاعنا، نمسح طاوله العمل تاعي. هذه المرحله هنا كي ترحلنا الطماطم وجميع المكونات، في هذه المرحله نسكرفجو حبه طماطم، نسكرفجوها بهذا السكرفاج رقيق البنات. شوفوا باش ما تكحلناش. حبه بطاطا صغيره جدا صغيره جدا، ماهيش متوسطه الحجم، صغيره جدا باش نتحصلوا على نشاء طبيعي. البطاطا ما يخفالكمش بلي فيها النشاء. انا سكرفجت البطاطا حبه صغيره جدا ديالي سكرفجتها. دوكا نولو البلندر، نعاودو نشالو البلندر البنات فوالا، ونرمي هذيك الحبه بطاطا مسكرفجه لداخل. واضح البنات شوفوا فوالا نرميها مباشره. زيد الترحه ملاح فوالا. انا الحين كلش بسم الله. شوفوا القوام تاع الطماطم والمكونات الاخرى. شوفوا البنات كاش جا القوام. شوفوا حبه بطاطا واش دارت، واضح البنات. دوكا نروحوا للمرحله اللي نتحصلوا على الكيتشوب. دوكا البنات واش نواسو، نحكمو طنجره تكون ثقيله. انا دائما نخدم بشيف، عندي شيف فوالا. نحكم صفايه البنات، نحاول نصفي الخليط تاعنا هدايا.
نصفيه ملح فوالا كميه بكميه. دوكا واش نواسو البنات؟ نحكمو طنجره فوالا طنجره تكون ثقيله، انا عندي شيف ديما نستعمل شيف. فوالا البنات نحط كسكاس، نحاول نصفي الخليط تاعنا بالرغم انه ما يستاهلش يعني نصفيه، لكن نتاكد البنات نصفي جميع الخليط هدايا. فوالا شوفوا القوام ديالو البنات، هذا هو القوام بعد ما صفيته. فوالا شوفوا القوام البنات. في هذه المرحله البنات واش نضيف؟ نضيف نص كاس سكر فوق الطماطم تاعي، ونضيف نفس الكميه نصف كاس زيت، عفوا نصف كاس خل عذرا وعفوا نصف كاس خل، خل ابيض. فوالا اني نخلط المكونات كامل ومباشره للفرن، نار قليله نحطو نار قليله ونبقى نخلط. انا حطيت الطماطم تاعي فوق النار البنات، نخليها تغلي لفوق الفرن لمده 10 دقائق، راهي نار قليله البنات ماشي نستناو حتى تغلي ونخلوها ومن بعد 10 دقائق نحسبوا، نو نبداو ال 10 دقائق ملي حطيناها فوق الفرن. واضح البنات؟ جوست نحطو من فوق الفرن نار قليله نبداو نخلط هكذايا، نحسبوا مدة 10 دقائق. مازلني مستمرة في التخليط. شوفوا اللون البنات، الخل كاش بدل لون الطماطم، شوفوا لون الكيتشوب، رائحة في المطبخ ريحة الكيتشوب صدقوني ولا أروع، بالرغم أني ما نحبهاش الكيتشوب بصح الريحه تاعها راهي دايره حاله في المطبخ. مازلني نخلط، مازال ما لحقوش 10 دقائق البنات. فوالا اي طابت الكيتشوب تاعي البنات، شوفوا كاش القوام تاعها كاش راهي تغلي ولا قطره ماء. انا طفيت الفرن البنات وحطيتها فوق طاولة العمل، شوفوا مازالت سخونة. فوالا الكيتشوب تاعي دوكا حنديرلها اللمسة الأخيرة. واش هي اللمسة الأخيرة؟ حندير نصف ملعقة قهوة، نصف ملعقة صغيرة توم بودرة، توم غبرة التوم، شوفوا البنات باش تعطي لها هديك البنة. ونخلط بويسك أنها غبرة رائحة تاعها كاش راهي تطلع يا البنات كيتشوب. فوالا نخلط، تخليها تبرد البنات، شوفوا قسمة برد يتبدل اللون ديالها وتزيد تختار، ونتلاقاو في طبق التقديم. الكيتشوب تاعي البنات شوفوا القوام تاعها، شوفوا الكمية اللي دارتها لي كيلو طماطم الله يبارك، شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا قطرة ماء. هي لو كان ما جاتش ناجحة كي نحطوها هكذايا تربي الماء توغلوتوغ. شوفوا البنات شوفوا القوام تاعها، شريت هاد تاع الكيتشوب فوالا نفرغوهم هنايا البنات، شوفوا القوام فوالا نغلقوها. نستعملوها للكيتشوب، نوجدوها لشهر رمضان البنات. انا قليت شويه الفريت فوالا هكذا، شوفوا الكيتشوب تقدروا ديروها من الفوق فوالا. اميرتي تحب بزاف الكيتشوب، هذه هي الكيتشوب تاعي البنات، شوفوا القوام تاعها، شوف كاش شدت فوق البطاطا الفريت فوالا. ولا عجبكم الفيديو البنات ديروا لايك وابوني، تبعوا الخطوات البنات، طريقة جد سهلة، اقتصدوا خدموا حاجة في البيت صحية يعني نعرفوا كيفاش نخدموها. هاكي منارة، منارة يحب الدوق.
صحة وهنا على قلبكم، إن شاء الله تعجبكم الوصفة، إن شاء الله جربوها ودعوا لي دعاوي الخير في هذه العواشر إن شاء الله. سلام البنات.